نعم، ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من الحدود السورية التركية الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب جابر. سيد صهيب، بداية، هل استطاعت قوات النظام والميليشيات الموالية لها فرض سيطرتها على كامل مدينة الميادين، خاصة وأن هناك أنباء حول استمرار المعارك في أطراف المدينة؟ نعم، بداية تحية لكم وللسادة أهلا المتابعين. بك. كانت بالفعل محاولات نظام طوال الفترة الماضية مستمرة لدخول مدينة الميادين، وكانت المحاولات من عدة محاور من منطقة الحاوي باتجاه المدينة، وأيضا سبقتها محاولات لدخول بعض البلدات المجاورة لمدينة الميادين. بالأمس كان هنالك أخبار وصلتنا من محيط مدينة الميادين عن انسحاب تنظيم داعش من المدينة بعد صلاة المغرب. انسحب مقاتلو تنظيم داعش، ثم دخلت على إثر انسحابهم دخلت قوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة لها، وبدأت بتدمير بعض المنازل وإحراق منازل أخرى وإحراق مستودعات أيضا للأدوية، وأيضا الحصول على مستودعات للأسلحة كان قد تركها تنظيم داعش بعد فراره من المدينة. كانت هنالك نعم، أيضا اشتباكات وسجل على أثرها انسحاب لتنظيم داعش من المحميدة في الريف الغربي من محيط قرية المحميدة، واشتباكات مستمرة ما بين تنظيم وميليشيات قسد في هذه الجهة. أما بالنسبة للريف الشرقي لدير الزور، فقد كان آخر الأخبار التي وصلتنا هي انسحاب كامل لتنظيم داعش من مدينة الميادين. نعم، كررت انسحاب عناصر التنظيم عدة مرات، إلى أين انسحب بالتحديد عناصر تنظيم الدولة؟ المعلومات كانت عن أن التنظيم توجه إلى البوكمال، وهي تعتبر آخر النقاط لتنظيم في ما يسميه ولاية الفرات على الحدود العراقية السورية. كان هنالك ضعف في التواجد للتنظيم في الفترة الماضية في قرى الريف الشرقي بشكل عام، وهنالك أيضا إمكانية، للأسف هنالك إمكانية لارتكاب مجازر من قبل قوات النظام في الريف الشرقي بشكل عام، لأن المدنيين الآن بعد سيطرة ميليشيات النظام على مدينة الميادين هم معرضون للخطر بفعل حصار قد فرض عليهم الآن بعد قطع الطريق المتوجه إلى مدينة البوكمال من الريف الشرقي. نعم، إلى أين حسب المعلومات، إلى أين ستتوجه قوات النظام لاحقا؟ قوات النظام أعلنت منذ بدء الحملة الأخيرة التي شنتها على دير الزور أنها تنوي السيطرة على كل المحافظة، ولكن اصطدمت هذه التصريحات بتقدم أيضا من ميليشيات قسد في الضفة الشمالية لنهر الفرات. كانت ميليشيات قسد تسيطر على مناطق آخرها كان حقل كونيكو وحقل الجفرة أيضا، وكانت هنالك مناوشات ما بين ميليشيات قسد وميليشيات النظام. أيضا النظام يحاول السيطرة على المحافظة بشكل كامل، وميليشيات قسد أيضا أعلنت أنها تنوي التوجه إلى البوكمال، والتنظيم الآن انحسر في البوكمال، ما ينذر بسقوط المحافظة بشكل كامل بيد ميليشيات قسد وقوات النظام، وهو شيء طيب، طبعا ما هو ينذر سبب بانتهاكات. الانهيارات المتسارعة في صفوف تنظيم الدولة وهذا التقدم السريع لقوات النظام؟ بعض المحللين قالوا أن التقدم هو سببه أن تنظيم داعش يقاتل أكثر من قوة جوية وعلى الأرض أيضا، والآن أصبح هنالك تدخل روسي على الأرض في دير الزور، بالإضافة إلى قصف التحالف وقصف الطيران الروسي وقصف طيران النظام. وبعض المحللون الآخرون ربطوا انسحاب تنظيم داعش باتفاقيات كما شاهدنا في القلمون الغربي ما بين تنظيم داعش وما بين قوات نظام وميليشياته تارة، واتفاق مع ما بين داعش وقسد تارة أخرى. نعم، من الحدود السورية التركية الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب جابر، شكرا جزيلا لك.